صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا الحقيقه العالم كله، مش احنا بس النهارده بنتكلم في موضوع الطاقه النظيفه والبيئه النظيفه والمحافظه على البيئه للاجيال القادمه، لانه الحقيقه خلال السنوات الاخيره الماضيه بان تاثير الصناعات ذات الانبعاثات الضاره بالبيئه من حيث الزراعه ومن حيث الجو ومن حيث تقلبات الجو، والموضوع دخل في حيز الخطوره لدرجه انه كان في من يمكن حوالي شهر اجتماع كبير جدا في جلاسكو باسكتلندا للوصول الى حلول لكيفيه استخدام الطاقه النظيفه لمحاوله تجنب الاضرار البيئيه اللي ممكن تحصل من جراء تلك الانبعاثات. ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا ونرجع نبدا الحوار. تسعى الحكومة للتوسع في تصنيع المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة، سواء مركبات الغاز الطبيعي أو الكهرباء، في إطار التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والحد من الملوثات، وفي الوقت نفسه خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يتم استيراده من الخارج. وتأتي أهم فوائد استخدام مركبات تعمل بالطاقة النظيفة: توفير دخل أفضل لسائقي السيارات الأجرة والميكروباص، وتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، واستغلال البنية التحتية الحديثة والطرق الجديدة، وخفض تكاليف دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم مظهر حضاري، وتقليل معدل التلوث، والحفاظ على البيئة. تمام، رجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهاردة حول المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة. الحقيقة يعني منورنا ومشرفنا لأول مرة في استوديو الاقتصاد والناس أستاذنا الأستاذ الدكتور طه الصباغ، أستاذ الكيمياء البيئية بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. منورنا يا فندم. منورك. الله يكرمك. طيب قبل ما نخش في موضوع يعني إيه كيمياء بيئية مبدئيا، يعني هي الكيمياء البيئية الكيمياء التي تعنى بالأوساط البيئية زي المياه والتربة والهواء، من حيث المواصفات، الخواص، الملوثات اللي بتصيبها، كيفية المعالجة، الخامات وتركيزات العناصر فيها. إذا كنا بندور على خام حديد فنسبة الحديد فيه قد إيه، خام ألومنيوم وهكذا. وإزاي نسترجع الحاجات دي من المخلفات، ده برضو من أحد اهتمامات الكيمياء البيئية. تمام، يعني إعادة تدوير. أيوه. دي حاجة مهمة جدا. طيب يعني بنتكلم على قبل ما نخش في السيارات اللي بتعمل بالطاقة النظيفة، يعني إيه طاقة نظيفة مبدئيا؟ هو اولا طب خلينا نقول بدري شويه يعني ايه طاقه. اتفضل يا ريت. نقول يعني ايه طاقه. الطاقه القدره على بذل شغل. تمام. اما تبقى يعني بتعاني من اي حاجه تلاقي نفسك مش قادر تبذل طاقه، فهي دي ده مفهوم الطاقه. الطاقه بقى مشكلتنا معاها انها ليها قانونين مشهورين، والقانون الثالث يعني متخصص قوي. الاولاني الطاقه لا تفنى ولا تخلق من عدم. تمام. الثاني يمكن تحويل الطاقة من صورة لأخرى ولكن مش بنسبة 100%. اوكي. فاحنا هي دي مشكلتنا مع الطاقة، عشان كده تلاقي موضوعات كتير عن ترشيد الطاقة. عشان ما تضيعش مني، لأنها بتضيع خلال المراحل. تمام. خلال مراحل الإنتاج، خلال مراحل الاستخدام. وأبسط أو أقرب مثل لهدر الطاقة اللمبة التنجستن. اللي هي مصباح إديسون القديم. أوكي. كان بيحول الطاقة الصفرة العادية دي. كان بيحول الطاقة من طاقة كهربائية لطاقة ضوئية. تمام. بس النسبة قد إيه؟ 5%. بس؟ تيجي تفك اللمبة تلاقيها سخنة جدا. صحيح. يبقى 95 إيه؟ حرارة. عشان كده اتجهنا اتحدثت الدنيا لحد ما ظهرت اللمبة الفلورسنت. دي بتحول بنسبة كام؟ 20%. كتير وتيجي تمسك الترانس تلاقيه برضو ايه سخن شويه. اتطورنا لحد ما وصلنا للليدات. الليد اللي هي اللايت اميتنج دايود ما بتحسش ان اللمبه سخنه، بقت معدل التحويل فاق 90%. فعلا. عشان كده احنا عمالين بندور على اننا نرشد الطاقه. اوكي. نيجي بقى لحته الطاقه النظيفه. طول ما يعني طالما احنا طلعنا وتربينا ونشأنا على انه الوقود من البترول. تمام. فالبترول لازم عشان احرقه اكسده اطلع ثاني اكسيد كربون. تمام. خلينا في ثاني اكسيد كربون دلوقتي مبدئيا.
المشكلة اللي معه ثاني أكسيد الكربون ممكن يقع معه كبريت يطلع أكسيد كبريت. يكون معه نيتروجين يطلع أكسيد نيتروجين. أوكي. يكون الحرق مش كويس أصلاً زي العربية المفوتة. بالضبط. يطلع أول أكسيد الكربون والأدخنة البيضاء. الأدخنة البيضاء دي مسببة للسرطان. كل ده ناتج إيه؟ حرق غير تام. أوكي. يبقى احنا اتكلمنا في ايه وسيبنا ثاني اكسيد الكربون مبدئيا على الجنب كده سيبنا. ليه هو مش ثاني اكسيد الكربون اتضح انه ايه سلاح ذو حدين. ليه؟ الاولاني مفيش نباتات تطلع من غيره. صحيح. على البناء الضوئي. تمام. انما غاز احتباس حراري. تمام. فكل ما بيزيد في الجو بيزود من الصناعات بقى زي ما حضرتك قلت كده في الفيلم اللي اتعرض الصناعات بتطلع ثاني اكسيد الكربون. تمام. بس مع ثاني اكسيد الكربون بتطلع اكسيد كبريت والنيتروجين وكل ده ضرر البيئه. طبعا كل ده ضرر بالبيئه. تمام. طيب والنباتات لا بتستعمله ولا مش محتاجه في حاجه ده؟ لا انها محتاجه ثاني اكسيد الكربون بس عشان تعمل كبريت ولا مش ايوه او مش محتاجه الحاجات دي. الحاجات الثانيه دي بتسبب مطر حمضي. طب احنا ليه بقى بندور على طاقه نظيفه؟ طاقه نظيفه نجيب طاقه من الشمس ما تطلعش ثاني اكسيد الكربون. طب دي مشكله برضو. لا ما احنا مش يعني ايه لا ما هو يعني احنا محتاجينه بنسبه. بنحتاجينه بنسبه. نسبته كام في الجو؟ كام؟ 34 من 1000%. ده اكتر من كده اللي هم 340 جزء في المليون. اوكي. لو وصلنا بقى كل شويه عمالين نزيد نزيد تزيد درجه حراره الارض. اوكي. يعمل احتباس حراري. فيعمل احتباس حراري. اوكي. فاحنا محتاجين النسبه اللي تقيم الاود يعني يعني اللي تعمل للبناء الضوئي بعيد الايه عن الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري. اوكي. يبقى لو خرجنا كهرباء من الشمس بقى الطاقه نظيفه. تمام. لو خرجنا كهرباء من الرياح بقى الطاقه نظيفه. تمام. عشان كده بقى عندنا بنبان في اسوان وعندنا جبل الزيت والزعفرانه رياح. تمام. في اماكن على الارض موجوده عندنا في مصر والناس بتوع الجيولوجيا عارفينها اسمها الحراره الارضيه. لو دخلت ميه بارده تخرج بخار تدور تربينه اسمها الحراره الارضيه. دي موجوده في مصر؟ موجوده في اماكن. أوكي. في مصر فيها بس طبعا نسبتها مش كبيره بس يعني نقدر يعني ايه يعني تطلع برضه تطلع شوية يعني زي ما بيقولوا ايه تي 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 تساعد مجتمع صغير تي تشجع قريه يعني وهكذا. اوكي تمام. المد والجزر عندنا المد والجزر في شرم الشيخ رهيب جدا يعني ممكن. صحيح. ان انت مثلا ايه تنام والصبح لما تيجي تروح البحر تلاقي المياه بعيده جدا بعيد. وتلاقي الحيوانات عايزه ترجع الميه. صحيح صحيح. هو ده المد والجزر. الميه وهي راحه بيطلع منه طاقه. بيطلع منها طاقه. ما هي الميه وهي راحه تدور تربينه وهي راجعه تدور تربينه. اوكي. فايه فدي الشلال بس على صغير. على صغير. أوكي. زائد السدود والشلالات عندنا الايه السد العالي وعندنا القناطر المختلفه اللي ممكن يتولد منها كهرباء. كهرباء. تمام. ده كده طاقه نظيفه ما فيش زيرو كربون. تمام. حلو قوي. في حاجه بقى ثانيه نيوترال كربون. ايه ده؟ كربون متعادل. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو خرجت من الزباله عملت بايوجاز من القمامه. تمام. وطلع وقود اللي هو الغاز الحيوي. تمام. اللي هو ده زيه زي الغاز الطبيعي. بايوجاز زيه زي الغاز الطبيعي، احرقه. تمام. يطلع ثاني اكسيد كربون، ده اسمه كربون متعادل. ليه؟ متعادل ليه؟ لانه هيرجع تاني يخش في النباتات ويرجع تاني مخلفات ويروح. أوكي. تاني يبقى بايوجاز. أوكي. يبقى هي دي القصه بتاعتها. يبقى زي الريسايكلينج كده. يبقى هي أوكي. سايكل بقى. سايكل يعني. هي أوكي. سايكل تخش. أوكي. وتعمل ثاني اكسيد الكربون وهكذا. تمام. لحد ما ايه يبقى ده اسمه ايه نيوترال كربون. فده برضه يعتبر ضمن الطاقات الاكثر نظافه من الاحمر. هو ده اللي احنا بنقول عليه ايه بقى؟ السستينبل انرجي ريسورس اللي هي ايه؟ الموارد المستدامه للطاقه. بالظبط. ان انا لو عندي مخلفات عضويه اعمل بيها بايوجاز ادي غاز. تمام. لو عندي مخلفات زيوت الطعام ودهن المجازر ودهن المطابخ كل الدهون اللي بستغنى عنها من اصل حيواني ونباتي اعمل بيها بايو ديزل ممكن زيه زي السولر. اوكي. لو عندي مخلفات سكريه ونشويه اطلع منها بايو ايثانول. اوكي. فكل دي اسمها مصادر مستدامه للطاقه. بحيث ان انا كل يوم عندي مخلفات فاطلع بايو جاز او اطلع بايو ديزل او اطلع بايو ايثانول. بايو ايثانول. اوكي. وده يستفاد منه بعد كده في صناعه هو انا زي ما انا عايز وقود. هو البايو ايثانول امريكا والبرازيل والصين عملوا البايو ايثانول من فريش بلانتس يعني بيزرع القصب عشان يعمل بايو ايثانول. لا احنا بنتكلم على المخلفات وده ممكن يعمل منها طبعا. لا هي بس القصه ايه ان ربنا خلق الارض للاكل مش للوقود. صحيح. فده استخدام غير اخلاقي للميه. أوكي. والتربه. صحيح. عشان كده لما الارض تطلع قصب
ويتعمل بايو ايثانول عشان العربيات. بس انا ممكن اعمل من مخلفات القصب. مخلفات القصب يعني اخد القصب اعمل بيه سكر مثلا على سبيل المثال، وبعدين اخد بقى القصب اللي عملته من السكر اعمل منه. لا يعني المخلفات نفسها، المصاصه نفسها، المصاصه بتاعت القصب دي ممكن تتحلل ويطلع سكر ويطلع وهكذا. بس هل دي عمليه مكلفه يا فندم؟ ما هي احنا بتوع اقتصاد اصل في الاخر. لا هي القصه ايه؟ خليها تتكلف في الاول لحد ما ترخص. يعني هو دلوقتي الطاقه الشمسيه كانت غاليه عماله داونينج صحيح. فاحنا برضو لما نفكر نعمل طريقه تحول قش الرز ومصاص القصب وكل المخلفات السلولوزيه احولها لسكر وبعدين اعمل بايو ايثانول، هي في الاول هتبقى غاليه. المفاعل هيبقى غالي وهكذا. صحيح. زي مثلا البايو جاز. البايو جاز عشان تعمله لازم عايز فيرمنتر. اللي سبقنا في الحكايه دي الدنمارك. عشان تتخلص بقى من القمامه، القمامه عامله لك قلق. صحيح. فلما تتخلص منه وتعمل بايو جاز، القمامه العضويه بتبقى تمام اللي هي ممكن تتكمر لها هوائيا ويطلع منها بايو جاز. اوكي. وده بيستخدم بعد كده في اي انت عايز تدخله بقى على البنزينه، اهلا وسهلا. عايز تدخله على محطه الكهرباء، انواع محركات معينه غير المحركات. لا هو زي الغاز الطبيعي بس انت عززه. ليه؟ لانه طالع بنسبه 60%، طالع من المقامر 60. انت عايزه 90، شيل منه الشوائب اللي هي ثاني اكسيد الكربون بقى. اوكي. برضه يعني اوكي ده كله داخل في بعضه. يعني هي ما هي هي منظومه واحده. الكيمياء اوكي. الكيمياء كلها داخله في بعض. طيب نيجي لموضوع المركبات اللي او السيارات اللي بتستخدم الطاقه النظيفه. هي موجوده كتير في الدنيا. ايه انواع المركبات اللي بتستخدم الطاقه؟ المركبات عايزه طاقه. الوقود الحفري عايزين ننساه عشان ثاني اكسيد الكربون. تمام. هي نسبته عالية جدا، يعني نسبة ثاني اكسيد الكربون في الوقود الاحفوري لما بنستعمله بتبقى عالية جدا للدرجة. لا لو بنتكلم على السيارات يعني. لا اصل احنا بنقول ايه؟ انه بنتكلم ان النقل بيساهم مثلا ب 30-40% من ثاني اكسيد الكربون المنتشر في الجو. صحيح. فلما ندور على الهيدروجين بقى في دلوقتي هيدروجين ازرق وهيدروجين اخضر. ده هنتكلم فيه بالتفصيل ده عشان مش فاهم. الهيدروجين اصلا بيطلع منين؟ من التحليل الكهربي للميه. H2O يعني. ايوه H2O بالظبط. هنحط الكهرباء الH هيطلع يا اما السالب والO هيطلع يا اما الموجه. بالظبط. الH اللي طلع ده او الكهرباء اللي استخدمناها في التحليل دي جايه من طاقه نظيفه بقى هيدروجين اخضر. أوكي. اللي هي ايه؟ شمس او رياح. اوكي. او حراره ارضيه او تمام. جبناها من الكهرباء محروقات يعني طلع ثاني اكسيد الكربون يبقى ازرق بقى هيدروجين ازرق. بس احنا في نفس الوقت ايه؟ قصرنا الانبعاث على محطه الكهرباء، بقت ما بقتش محطه الكهرباء والسياره. اوكي يعني قللنا برضو الضرر نسبيا. فمشكلتنا مع او اننا شغل العربيه الكهرباء. مشكلتي معاها ايه؟ ان ما فيش محطات شحن لسه. دي جاري العمل عليها بتهيألي. يعني السنه ان شاء الله السنه الجايه شركه الناصر للسيارات هتطلع العربيه الجديده. مزبوط. اللي هي كهرباء. مظبوط. اللي هي هتستهلك كهرباء. بالظبط. بحيث انها تعمل رحله مثلا 400 كيلو بشحنه واحده. بالظبط. بس فين اشحن فين؟ وهي دي البنزينات محطات البنزين كتيره. هل يا ترى تتعمل محطة شحن جنب محطة البنزين ولا تبقى محطة منفصلة؟ بيتهيألي في مشروع يعني عشان ما هو اصلها برضه محتاجة فاسيلتيز. يعني طب هل معلش، طب هل الكهرباء اللي بنشحن بيها السيارة لو جاية من مصدر ملوث للبيئة يبقى انا كده قللت الضرر ولا هي نفس؟ لا قللت طبعا، لان العربية بتمشي بالكهرباء. ده انا نزلت للنص. يعني ليه؟ لان انا قلت ان محطات الكهرباء مثلا بتطلع 30-40% والترانسبورتيشن بيطلع 30. فانا شلت ال 30 دي خالص. يعني هي ايه ان انا فبرضه محدوده يعني ايه انا في الطريق يعني. هل ممكن مصر بموقعها الجغرافي بالشمس بالجو بتاعها تقدر تعتمد بشكل اكبر على الطاقات الشمسيه ولا صعب؟ هي احنا بنعتمد حوالي ايه دلوقتي؟ 15-20% يمكن اقل. لانه المشكله ان احنا مش احنا اللي بنعمل الالواح الشمسيه. تكنولوجيا من الخارج، فعشان كده هي غالي. تربينات الرياح برضو مش احنا اللي بنعملها، برضو بنستورد. بس يعني اون ذا واي يعني. اعتقد الهيئه العربيه للتصنيع مع تصاريح انها تعمل اجزاء منها لحد ما توصل للايه؟ للكامل. انها تعملها بحالها. بحيث في الحاله دي تبقى التربينه انا عاملها عندي على قد ما اقدر السعر قل، واللوحه الشمسيه على قد ما اعملها السعر قل. لان كان في مقوله لحد الان بتقول ان احنا لو الصحراء الغربيه بتاعتنا
عملنا فيها ألواح شمسية هنغذي أوروبا بالطاقة فعلا. يعني بموقعنا في عندناش مشكلة يعني شمس. لا احنا ما عندناش مشكلة شمس، احنا اكتر سطوع شمس عندنا لدرجة ان احنا في بعض الاماكن عندنا السطوع الشمس فيها 6 كيلو وات يعني كتير. يعني كتير. رقم ضخم يعني. كتير كتير. فهي عشان كده احنا يعني عندنا البوتنشال، عندنا القدرة، القدرة اه بس عندنا. الالات والمكونات والمعدات هي دي اللي لسه فيها زي ما بيقولوا، وده احنا ماشيين في هذا الطريق على ما اعتقد يعني. احنا يعني محطه بنبان بتاعت اسوان شغاله وبتطلع جبل الزيت شغالين فيها، بس كل القطع او التكنولوجيا المستخدمه مستورده حتى الان. حتى الان مستورده، حتى الان مستورده. اوكي بياخدني برضو الكلام هنا زي ما قلنا على البايو جاز والمخلفات. الحكومه فطنت لان ايه ده مصدر كويس للوقود اللي هو القمام، قمام اللي هو البايو جاز. تمام. فقامت طرحت زي ما بيقولوا الناس المهتمه تقدم. الناس قدمت بس كان في الحكايه ايه زي ما بيقولوا السم في العسل. يقدموا على ايه بالظبط؟ مش فاهم. يقدم يقول انا بعرف اعمل بايو جاز. اوكي. للشراكه مع الشركه الفلانيه اللي من بره. اوكي تمام. ماشي. ايه بقى الراجل اللي حط كراس الشروط قال لك ممنوع تطلب جيت فيه. يعني ايه جيت فيه؟ اللي هي الرسم بواب اللي هو الكارته. انا دلوقتي حودي زباله الموقع بدفع فلوس. طبعا. طب انت دلوقتي لما تودي زباله اللي بيو جاز ما تدي له ورقه فلوس. صحيح. اوكي. 90 شركه، حوالي 100 شركه قدمت، 55 اتقبلوا. اوكي. بس هل انتجوا بايو جاز؟ لسه للان ما انتجوش. ليه؟ ليه التفاصيل الصغيره دي؟ عشان ايه اللي هي بتاعت وهو البيت. المفروض انه الفكره انه ينتج البايو جاز ويبيعه بقى كما ما كان هيعمل كهرباء ويبيعها للحكومه ب 100 ب 137 قرش. أوكي. 140 قرش. اوكي. 37 للكيلو وات. اوكي. 37 ياخدهم من المحليات، شوف التعقيد. 37 ياخدهم من وزاره الحكم المحلي و103 من الكهرباء. طب باخد كله من الكهرباء. طب ما كله من الكهرباء خلاص. وتحاسب انت الحكم المحلي. اوكي اوكي. هل هو سهل تصنيع البايو جاس؟ سهل. وانا بقول لك الدنمارك هو الاستثمار كله في الكومبريسور في الفرمنتر. الفرمنتر. يعني الدنمارك في 73 الدول العربيه قطعت عنها الغاز. بدأت تعمل أبحاث عشان تعمل كهرباء من البيوجاز لحد سنة 88 لحد ما عملت أول مخمر يطلع البيوجاز. أوكي. وبيشتغلوا بيه كهرباء. مش هم بقى لوحدهم، ده ألمانيا وأسبانيا وفرنسا. خلاص بقى. بقت خلاص فكرة وانتشرت. تمام. ألمانيا في 2007 عندها 4711 مخمر ما شاء الله بيطلعوا منهم كهرباء. أوكي. ده ينوروا احنا كتير. احنا هنا الزباله سوري يعني عامله لنا ازعاج وعامله لنا مشكله ومش عارفين نسيطر على الموقع. صحيح صحيح. يعني ودي هل فصلها صعب؟ لان دي مش اي قمامه هي اللي لا هو كمامة. انا اقول للزبون يعني يعني ايه في حمله اعلاميه، مش احنا عملنا حمله اعلاميه للضريبه على الدخل. صحيح. حمله اعلاميه على الضريبه على الانشطه. صحيح صحيح. طب نعمل حمله اعلاميه توعيه اعلاميه كويسه يعني، لانه في بعض الدول اللي يعني اسكتلندا على سبيل المثال مثلا مع لكل اسره ليها 3 اكياس قمامه. ايوه. هم بيفصلوا القمامه من المنبع يعني. ايوه هو ده المطلوب. البيت نفسه. هو ده المطلوب. يعني بس انت لما تفرز، انا بقول كده للمدام في البيت. بس لما تفرز تودي فين؟ فكره الاكشاك اتلغت. ليه؟ لان اصحاب المصالح ضغطوا على الحكومه عشان ما تعملش اكشاك تاني. مين اصحاب المصالح؟ نقيب الزبالين والفرازين. لان دي شغل، دي مهنه اصلا. يقول لك طب ما انا يعني عشان ادير المخلفات واطلع طاقه واطلع شغل واعمل مفروزات لازم يبقى في منظومه، لازم منظومه متكامله. الناس تخش تشتغل جوه المنظومه، ليه يشتغلوا بره المنظومه؟ صحيح صحيح. يعني صحيح. يعني انا مثلا من حوالي 10 سنين او اكتر رحت قابلت رئيس شركه الغازات البتروليه. تمام. عشان يعملوا بايو جاز، تروح لهم الزباله يعملوا بايو جاز. تمام. عشان هم اللي بيقدروا ينظفوا البايو جاز من 60% ل 90. تمام. قعدت ساعتين اناضل معاهم، في الاخر قالوا مين هيجيب الزباله؟ ملا صاحب في مصر. هي دي المشكله. اوكي. مين هيجيب لي زباله طلع منها بايو جاز؟ اوكي اوكي. فهي القصه يعني ايه، الحكومه برضو في المشروع اللي بقول لحضرتك عليه ده قالت انها هتدي ارض وهتورد الزباله. تمام. طب الحته الاخيره بقى يعني ادي راس اسم، ادي رسم البوار عشان يبقى فيه، عشان يبقى في ربحيه، عشان زي ما انتوا بتقولوا في الاقتصاد ما فيش مشروع هيمشي من غير ارباح. صحيح يعني صحيح. ويبقى مستدام، يبقى عشان ده ما فيهوش مشكله يعني. لان ده علاوه على كده هيخرج مع البايو جاز سماد. ده كويس قوي ده كمان. يعني انا كنت الاول، بص حضرتك انت بتتكلم في الطاقه النظيف، انا اوريك لمصدر تاني من مصادر ثاني اكسيد الكربون اللي الناس مش واخده بالها منه، انك تعمل كومبوست.
انك الزباله تقلبها وتعمل منها كومبوست. في ناس بتعمل كده بس ده مجهودات فرديه يعني. لا وفي الحكومه بتعمل كده. يعني اغلبيه مصانع القمامه بتعمل كومبوست. نص وزن الزباله بيطلع ثاني اكسيد كربون. طب ما ده مشكله دي. فنعمل مبيبقاش احسن. مش هيطلع ثاني اكسيد كربون. طبعا ما بيطلع. وبعدين دي بتطلع ثاني اكسيد الكربون عند العنايه بها. يعني ايه عند العنايه بها؟ يعني انا بقلب واحط ميه واقلب اقلب واحط ميه يبقى ثاني اكسيد كربون بس. طب سبتها ما قلبتهاش تطلع غاز الميثان برضه احتباس حراري. طبعا بيحبس الحراره قد ثاني اكسيد الكربون 25 مره. شنيع ده. طبعا. فحلها الوحيد ان انا اعمل بيها بايو. اعمل بايو بس يبقى في منظومه. يبقى في منظومه عشان اعمل سمات صح واخد بايو جاز صح. البايو جاز اللي طالع بقى لو هو ازيتز يروح المنازل زي الغاز الطبيعي. وده محتاج 60% مش محتاج. مش محتاج لحد 90%. اوكي اخليه 90 اوديه مون سيارات ممكن. او 90 اوديه محطه الكهرباء يشتغل كهرباء. هل احنا لسه ما زالت توربينات الكهرباء عندنا شغاله بالمازوت ولا لا؟ لا اغلبيه بقى في غاز طبيعي. هل الغاز الطبيعي اقل ضررا للبيئه من طبعا ما فيهوش الاكاسيد اللي بنقول عليه. اكاسيد الكبريت بس في ثاني اكسيد الكربون. بس هيطلع ثاني اكسيد الكربون بنسبه. بس احنا بنقول ايه؟ خلينا ناخد بالنا برضو ان ده هيخلص برضو. ده مصدر ناضب زي البترول. ديبليتابل. ما هو اخر البترول. ديبليتابل. اي نعم احنا دلوقتي عندنا احتياطيات ومش عارف ايه وكلام من ده بس قابل للايه؟ لانه يخلص. يخلص بقى 100 سنه 200 سنه 300 سنه هيخلص. فطب ما نطلع اللي ما بيخلص من الزباله من القمامه بتاعتي اطلع البيوجاز. واخلي القطوب ده اقلل معدل استخدامه للاجيال اللي جايه. هي دي برضه السستينابيليتي. هو التنميه المستدامه معناها ايه؟ حفظ حق الاجيال القادمه في الموارد بتاعتنا. بالظبط وهكذا. يعني احنا دلوقتي لما هي دي الاستدامه او استخدمه في اقدام العائد بتاعه اعلى من كونه يبقى وقود. يعني احط عليه قيمه مضافه. اخليه يبقى ايه؟ مواد كيماويه، اخليه مش عارف بوليسيلين، اخليه اسمده، اخلي يعني ايه؟ عندنا استخدامات كتيره للايه؟ للغاز. فيها استثمارات. يعني هي هي قطر غنيه ليه؟ عشان عندها غاز. صحيح. بتعمل بيه كل حاجه. علاوه على انها بتصدر. يعني غير انه بيتصدر خام. يعني بتعمل منه ميثانول وبتعمل منه التيرشري ميثايل بيتايل ايثر اللي هو الانتي نوكينج اللي هو زي بيحسن الاوكتان. بيعملوا منه حاجات كتيره جدا. اللي هو الغاز الميثان. احنا هنا عندنا مصانع صناعات البايو كيميكالز. الكيميكالز مش بايو كيميكالز. اوكي البتروكيميكالز. البتروكيميكالز صح. بس فهي دي القصه ان احنا ايه يعني شوف في ايدك ايه قابل للنضوب وايه اللي مش قابل للنضوب. تخيل ان احنا القاهره لوحدها بتخرج 16000 طن مخلفات كل يوم من القمامه. من القمامه. وده بيروح فين؟ ما هو ده اللي بتلاقي جزء في الشارع وجزء العربيات بتشيله وجزء وهكذا. يعني مش منظم. ضايع دمه بين القبائل القمامه. ودي مشكله. طب معلش سؤال احنا وقتنا انتهى دكتور طه. بس السؤال الاخير الطاقه الذريه هل برضه مضره للبيئه ولا افضل من المحروقات؟ لان احنا برضه في مشروع للاستخراج. مشروع طبعا. مشكلتنا مع الطاقه الذريه التعامل مع المخلفات بتاعت الطاقه الذريه. بتاعت الطاقه الذريه لان دي مشكله. انما هي نفسها ما بتخرجش ثاني اكسيد الكربون. ما بتخرجش. انما مخلفاتها فيها مشكله. مخلفاتها هي اللي فيها مشكله. ولازم ان احنا واحنا بنعمل المفاعل ندور نعمل مدفن. لانك مش هتدفن بره. ما ينفعش. لازم نعمل مدفن على اعلى المواصفات يستقبل مخلفات. لانه في الانحدار النووي. في حاله انه مش كويس طبعا ده يسبب ضرر. لا طبعا. ما كانت الايام في عقود في عقود من زمان ايام الصومال وسياد بري كانت الدول بتيجي تدفن. بتيجي تدفن في الصومال. صحيح. او في افريقيا في حتت. فهي مشكلته في مخرجاته مش في طاقته. في مخلفاته. وبرضه الناس عشان تعرف الطاقه خارجه منين. احنا بنجيب اليورانيوم القابل للانشطار اللي هو 235. تمام. نخبطه بالنيترون. يطلع طاقه. بالظبط. الطاقه دي جامده جدا. بنستقبلها استقبال معين بحيث انها برضو تعمل بخار وتولد تيربينات وتطلع كهرباء. تمام. ميرسي يا دكتور طه. تعبنا حضرتك معانا الحقيقه. يعني لقاء ممتع. صديقي المشاهد مع استاذنا الاستاذ دكتور طه الصباغ استاذ الكيمياء البيئيه بجامعه عين شمس. وما زال موضوع البيئة مفتوح وما زال العمل فيه كتير وطويل جدا للغاية زي ما الدكتور طه كان بيتكلم حول
تنظيم موضوع المخلفات أو القمامة اللي موجودة لاستخراج منها غاز قد يفيد بشكل كبير جدا وقد يحل أزمة بشكل أكبر. استخدام السيارات النظيفة أو اللي بتستخدم طاقة نظيفة أيضا من الحلول الجيدة جدا لتنقية الجو، وده كله لاستدامة الأجيال القادمة ولصحة الأجيال الحالية والقادمة. نشكره شكر جزيل للغاية أستاذنا الأستاذ دكتور طه الصباغ، أستاذ الكيمياء البيئية بجامعة عين شمس. نشكرك صديقي المشاهد، وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس.